السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا المشروع تاع انشاء المحطة تاع السكك الحديدية لمدينة الغواط، واللي الاشغال راهي تقريبا يعني الانتهاء منها، حيث انه المحطة هذه هي جزء من الخط تاع السكك الحديدية الشمال جنوب، واللي ينطلق من مدينة بوغزول يعني بالمدينة المستقبلية تاع بوغزول او المدينه القديمه تاع بوغزول باتجاه الاغواط، يعني مرورا بمدينه الجلفه. اذا هذه هي المشروع تاع المحطه هذا اللي يعني نخليكم تتابعوا الاخر الاشغال، والسلام عليكم.